بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاي نتكلم معاكم عن القولون العصبي، مشكلة منتشرة في كل البيوت، لكن بشكل خاص نقدر نقول اللي هي بتزيد شوية عند البنات في السن الصغيرة، لكن مش معنى ذلك ان هي مش موجودة عند دول اكتر من اي حد تاني، لا، هي ممكن تكون في اي عمر من الاعمار المختلفة. لكن خلونا نقول دلوقتي بشكل بسيط جدا، ايه ازاي يا دكتور احمد بتعرف ازاي بتشخص القولون العصبي في العياده؟ بشكل بسيط نقدر نقول ان القولون العصبي ده مريض بيجي لنا العياده بيعاني من مغص وتقلصات في البطن. هذا المغص او الالام اللي موجوده في البطن بتروح بعد ما بيخش الحمام، يعني بعد ما اخش الحمام هذا المغص يكون موجود عندي. من مجرد ان انا اخش الحمام نقدر نقول ان المغص والالم اللي موجود في البطن بيقل. ده كده العرض الاساسي، او نقدر نقول كده ان احنا نبدا نشك ان في مثلا يكون عندنا قولون عصبي. تاني حاجه من ضمن برضو الاعراض اللي موجوده عندنا، ممكن يكون عندنا امساك، ممكن يكون عندنا اسهال، ممكن يبقى في تبادل من الامساك والاسهال بالنسبه للشخص، يعني بالنسبه كعرض اعراض رئيسيه موجوده بالنسبه للقولون العصبي. قد يكون اسهال، قد يكون هناك امساك، قد يكون هناك تبادل اسهال مع امساك. الاعراض دي يا جماعه نقدر نقول ان هي بتزيد مع اكل اكله معينه، مع بعض الاكلات، يعني مثلا وليكن ممكن يكون انت عندك حساسيه من بعض الاغذيه المعينه، كنتيجه لهذه نتناول هذه الاغذيه بيحدث لنا مشاكل في القولون العصبي. فنقدر نقول ان هي بتزيد مع اكل معين، وده اللي هنتكلم عليه. نتكلم في نطاق العلاج النهائي للقولون العصبي، هنتكلم بالتفصيل عن ايه الاكلات اللي هنمنعها وايه الحاجات اللي معتمله ازاي. لكن زي ما بقول كده، ممكن تزيد، يعني يزيد القولون العصبي مع اكله معينه مش من ضمن الاكلات اللي انا اقولها لكم، لان قد يكون عندك حساسيه من اكل معين. عشان كده بقول للناس اللي بتعاني من مشاكل مختلفه وبتاخد ادويه وما بتجيبش نتيجه معاها، دون بالورق والقلم انت بتاكل ايه وايه اللي انت يعني شوف ايه الحاجات اللي انت بتاكلها وبتاخدها. ولما يجي يحصل عندنا هذه الاعراض، او يحدث عندنا مثلا حساسيه تجاه مثلا ما باكل في اليوم ده بطني تتعبه وكده، خلاص ابدا وقف الحاجه اللي بالفعل بطنك مش متقبلاها وبيسبب لنا المشكله اللي موجوده عندنا، هنستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل سهل واسرع. فدي كده كده النقطه رقم واحد. يبقى احنا قلنا ان ده مغص او الام بتكون موجوده في البطن بتزال او بتروح بعد ما نخش الحمام. تاني حاجه ممكن يكون عندنا اسهال او عندنا امساك، او ممكن يكون عندنا تبادل اسهال مع امساك، وقلنا ان هي بتزيد مع اكل معين. وطبعا والمشكله الكبيره طبعا النصيحه اللي بننصح بيها كل الناس في كل مكان في العالم، بنقول لهم ممنوع العصبيه، لان القلق والتوتر والحاله النفسيه السيئه لها دور كبير جدا في زياده القولون العصبي، ومن اسمه القولون العصبي، يعني له علاقه بالعصبيه والقلق والضغط النفسي. عشان كده عايزين نقول بشكل مستمر ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجيلك القولون وهو قاعد في حالة من البرود والهدوء التام. فدي كده الأعراض. بس تعالوا نتكلم برضو في نقاط مهمة جدا بالنسبة لو مثلا شخص عنده هذه الأعراض أكبر من 50، بنحتاج إن احنا نعمل له منظار قولون. يبقى بنعمل منظار قولون ده في حالة إيه؟ إن الشخص يكون سنه معدي 50 سنة. ومن ضمن أعراض هذه القولون، إما يتفاقل من الأمر عندنا شوية يحدث كالآتي، نتيجة بقى للإسهال المستمر، وممكن يحدث نزيف او دم في البراز. ومع النزيف والدم في البراز ممكن بمرور الوقت بقى تلاقي فقدان ملحوظ في الوزن. ناس بيبقى عندها نحافه شديده كنتيجه لوجود ان هم عندهم قولون عصبي ولم يتم تشخيصهم ان هم عندهم قولون عصبي. فاحنا يا جماعه ما نيجي نتكلم نقول ان احنا في اعراض كده شائعه وموجوده زي المغص والام البطن المختلفه، ودي بتقل مع دخول الحمام. تاني حاجة قلنا ان عندنا اسهال او امساك، او تبادل امساك مع اسهال، وما يتكلمنا ان هي بتزيد مع اكل معين، وطبعا بتزيد بشكل مبالغ فيه مع الضغط العصبي والحالة النفسية السيئة. وقلنا ممكن الموضوع يتفاقم معانا شوية ويحدث عندنا نزيف او دم في البراز، فقدان ملحوظ في الوزن، وطبعا قرح الفم. قرح الفم برضو من ضمن الأعراض الشائعة لحدوث عندنا قولون عصبي، إما الموضوع يتفاقم عندنا في القولون العصبي. ده كده بشكل مختصر وبشكل بسيط كده ما نتكلم عن الأعراض والتشخيص بشكل سهل قوي. طب يا دكتور ما نيجي نتكلم عن العلاج.
طب ايه هو بقى يا دكتور العلاج اللي حضرتك وعدتنا بيه علشان نستطيع ان احنا نعالج القولون العصبي؟ نستطيع ان احنا نعالج القولون العصبي ببعض النصائح البسيطة قوي، ولو انت مشيت بيها بشكل حرفي حتى بدون ادوية. يعني انا بقول لك بدون ادوية نستطيع ان احنا نعالج هذا الامر. يعني انا طبعا هديكم خبرتي في هذا الامر واديكم كده حاجات مفصلة شوية بحيث ان احنا نستفيد بشكل مبالغ فيه. اول حاجة نتكلم عن نمط الحياة الصحي. اما نيجي نتكلم عن العلاج خلونا نتكلم بشكل اساسي، نقول ان احنا عايزين بدل ما بناكل، في ناس يقول لك يا دكتور انا باكل وجبتين في اليوم وبس، باكل وجبه واحده في اليوم، باكل 3 وجبات في اليوم. يا عم ايا كانت عدد الوجبات اللي انت بتاكلها، لا، بدل ما تبقى وجبتين في اليوم خلي نفس الوجبتين بنفس حجم الوجبتين، بس قسم الوجبتين دي على 5 أو 6 وجبات في اليوم، يبقى عدد وجبات صغيرة نقسمها، نقسم عدد الوجبات اللي أنت بتاكلها لعدد وجبات صغيرة نوزعها طول اليوم. عدد وجبات صغيرة نوزعها طول اليوم، ده كده النقطة رقم واحد. تاني حاجة لما نيجي نتكلم عن القولون العصبي نتكلم عن الأكل البطيء والمضغ البطيء. الناس اللي ما تعرفوش، عشان نحسن من عملية الهضم بتاعتنا لازم ناكل ببطء ونمضغ ببطء. ليه يا دكتور أحمد؟ لأن إنزيم الأميليز اللي هو موجود في الفم بيفرز عندما ان احنا ناكل ببطء ونمضغ ببطء، وده نزوله بكميات مناسبه مع الاكل بتاعنا بيحسن لنا من عمليه الهضم بتاعنا، وبالتالي الهضم بتاعنا بيبقى كويس، الحرق بيبقى كويس، التمثيل الغذائي في الجسم بيكون كويس، وبالتالي ان احنا ما يحصلناش المشاكل او الاعراض اللي بتحدث كنتيجه لمشاكل القولون العصبي المختلفه. يبقى قلنا اول حاجه نقسم عدد الوجبات بتاعتنا، تاني حاجة الأكل البطيء والمضغ البطيء، دي كلها حاجات في نمط الحياة الصحي يجب إن احنا كلنا بلا استثناء نلتزم بيها ونمشي عليها بشكل حرفي. برضو من ضمن الحاجات الأساسية واللي احنا بنتكلم فيها بشكل قوي جدا، بنتكلم عن في حالة وجود إمساك. في حالة وجود إمساك بنعمل إيه؟ لازم نبقى عارفين إن الإمساك ده يا جماعة هي سموم موجودة جوه الجسم، لابد أن نتخلص من هذه السموم بأي طريقة، لأنها يعني وجودها جوه الجسم يعمل لنا مشاكل في الكبد، يعمل لنا مشاكل في الكلى، يعمل لنا مشاكل في الجسم بشكل عام كله. فاحنا بنتكلم هذه سموم، اي وجود يعني الامساك هي سموم جوه الجسم لابد ان نتخلص منها. طب في حاله وجود امساك بنعالج هذا الامر ازاي؟ لابد ان احنا ناخد الياف عاليه جدا. طب الالياف العاليه دي بنلاقيها فين يا دكتور احمد؟ بنلاقيها في الخضروات داكنه اللون او الخضروات ذات اللون الاخضر. خضروات ذات اللون الاخضر زي ايه؟ زي الخس، زي الجرجير، زي الكرفس، زي البروكلي، زي الشبت، زي البقدونس، زي الفجل، زي الرجله، زي الكابوتشا، زي الملفوف، زي الايسبرج. اي حاجه لونها اخضر فيها نسبه الياف عاليه نستطيع ان احنا ناخدها عندنا، علشان نستطيع ان احنا ناخد كميه من الالياف عاليه، علشان يبقى يعني يبقى في تليين للسموم اللي موجوده جوه الجسم عشان تطلع بشكل سهل. يبقى احنا كده ده كده الحاجه رقم 2. نتكلم برضو، احنا اتكلمنا ده بالنسبه لموضوع يا جماعه الامساك، عندنا دلوقتي امساك، فبنتعامل مع هذا الامساك ازاي؟ ان احنا ناخد الياف عاليه. الياف عاليه موجوده فين؟ في الخضروات داكنه اللون. الخضروات داكنه اللون موجوده فين؟ الخس والجرجير والخضروات ذات اللون الاخضر. ثالث حاجه بنتكلم فيها، بنتكلم انه ممنوع تناول الاطعمه التي تعمل على تهييج القولون. يبقى ممنوع تناول الأطعمة التي تعمل على تهييج القولون. طب يا دكتور أحمد، الأغذية اللي بتعمل على تهييج القولون بشكل بسيط، البقوليات بتعمل على تهييج القولون، العدس بيعمل على تهييج القولون، الفول والطعمية بيعملوا على تهييج القولون، نقدر نقول يبقى قلنا الفاصوليا برضو بتعمل على تهييج القولون. يبقى احنا قلنا الفاصوليا والفول والطعميه والعدس والبقوليات تعتبر من ضمن الحاجات المشهوره والمعروفه اللي هي بتعمل على تهييج القولون. فلازم نخلي بالنا قوي ان احنا نبتعد بل نمنع هذه الاغذيه اللي بتعمل على تهييج القولون. ده كده الحاجه انا برضه. واحنا تلقائيا عندنا قولون عصبي فبيبقى عندنا انتفاخ، فما بنيجي نتكلم في ان احنا عندنا انتفاخ يبقى لابد ان احنا نبتعد عن الاطعمه التي تزيد من الانتفاخ. طب ايه الاطعمه اللي بتزيد من الانتفاخ؟ زي الكرنب والارنبيط. الكرنب والارنبيط من ضمن الحاجات المعروفه والمشهوره اللي بتزود لنا الانتفاخ. برضو الطعام المسبك والحار، الطعام المسبك والحار برضو من ضمن الحاجات اللي بتهيج لنا القولون. طب ايه تاني يا دكتور احمد؟ الشاي والقهوه والنسكافيه. الشاي والقهوه والنسكافيه تعتبر من ضمن الحاجات الكبيره جدا والخطيره جدا اللي برضه تزود لنا وتعمل لنا على تهييج القولون.
برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل على تهيج القولون ده بيلاحظها المريض بنفسه زي الألبان ومنتجات الألبان. الألبان ومنتجات الألبان برضه تعتبر من ضمن الحاجات الكبيرة جدا اللي ممكن تعمل لنا على تهيج القولون، لكن مش كل الناس ومش كل الناس اللي الألبان ومنتجات الألبان هتعمل لهم هذه المشكلة ويكون عندهم حساسية منها. فده بيلاحظ البيشنت نفسه، المريض نفسه، أو الشخص اللي عنده قولون عصبي نفسه بيلاحظ هل هذه الأشياء بتحصل، هل الاعراض بتزيد معايا لما بشرب البان او منتجات الالبان. لو بتجيلك هذه الاعراض اثناء تناول اي، خلاص ابتعد عن هذه الاكلات علشان نتلاشى تهيج القولون. وطبعا وطبعا بناكد ان اي حاجه بيتناولها المريض، اي حاجه بتناولها المريض ولاحظ ان هي بتؤدي الى تفاقم المشكله يبتعد عنها بشكل مباشر. عشان كده احنا بنطلب من الناس كلها بلا استثناء، اي حد عنده قولون او اي عنده مشكله صحيه معينه يكتب الحاجات اللي هو بياكلها ويراقب نفسه، هل تزيد الاعراض يعني لما باكل هذا الاكل ولا لا. لو بتزيد الاعراض او عندك حساسيه من حاجه معينه وقفها بشكل مباشر، لان دي بتختلف من جسم للتاني. جسم الانسان اعقد تكوين موجود في العالم، فممكن اللي ينفع معاك ما ينفعش مع غيرك، ما ينفعش مع غيرك. فانت بنفسك دون الاكلات اللي انت بتاكلها، وشوف الاكله اللي انت بتاكلها بيجي لك حساسيه منها، حاول تبعد عنها عشان نستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل اسهل. عايز قبل ما اختم بس، في ناس بتقول ايه يا دكتور بقى الادويه اللي احنا ممكن نستخدمها يعني مثلا في حاله القولون العصبي؟ يا جماعه شايفين النصايح اللي انا قلتها لكم دي؟ شايفين النصايح اللي انا قلتها لكم دي؟ وبالاضافه لهذه النصايح لو احنا قدرنا ان احنا نلتزم بهذه النصايح، وطبعا مع شرب الميه، ما قلناش شرب الميه طبعا، لما نيجي نتكلم عن القولون العصبي نتكلم احنا محتاجين نشرب كميات ميه كافيه. كميات ميه كافيه يعني لما اتكلم حد ادنى 3 لتر ميه في اليوم بالنسبه للشخص البالغ يعني. علشان برضو ما نخشش في مواضيع كثيره، لكن بالنسبه للناس اللي بتسال عن الادويه المفيده لموضوع القولون العصبي، طبعا احنا عملنا فيديوهات كثيره جدا بنتكلم عن كل الادويه، في حاله الانتفاخ بناخد ايه، في الامساك بناخد ايه، في الاسهال بناخد ايه، في حاله بس طبعا النمط الحياه الصحي والنظام الغذائي السليم هو الطريق الاول. نمط الحياة الصحي والنظام الغذائي السليم هو الطريق الأول لعلاج مشكلة القولون العصبي. فأنت لو قدرت إنك تمشي على نمط حياة صحي، تمشي بالنصائح اللي إحنا قلناها، عملت نظام غذائي سليم متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافة العناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها، تلقائيا هنستطيع إن نحل المشكلة بشكل أسهل، ونستطيع إن نعيش حياة صحية خالية من الأمراض. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور أحمد عطية دهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية والعلاج الطبيعي في اسطنبول. دمتم بصحة وعافية، باي باي.